لما رمزي يتفرج على الحلقة عايزه يسمعك وانت بتتكلم عن طفولتك. انت يعني رمزي يمكن يتعلم حاجة. يتعلم انت كنت حاجة طفل هادي جدا. هيتعلم حاجة. طبعا كنت طفل هادي جدا. وكنت انت وكنت عايش في بيت جدك. صحيح. النجم الكبير صلاح ذو الفقار الله يرحمه. طبعا. ده اثر ايه في شخصيتك؟ يعني انت ده اللي حببني. ده قيمة كبيرة. ده اللي حببني في التمثيل. الراجل ده انا عشت معاه من يوم ما انا اتولدت لغاية ما هو مات. عشقت هذا الشخص. الشخص ده كان شخص استثنائي فعلا. كان راجل بكل معنى الكلمة. كان يعني بني آدم وكل من عشره أو كل من اشتغل معاه أو كل من عرفه كصديق أو كابن أو كحفيد أو كأخ أو شاف إن ده من أعظم الناس. وأنا بالصدفة طلعت شبهه في حاجات كتير جدا. يعني طلعت برج الجدي زيه. طلعت بحاجات كتير شبهه. اللون المفضل الأخضر وأنا لوني المفضل الأخضر. حاجات كتير حتى من أدفع الحاجات لأهم الحاجات طلع بحبها زيه. حبيت التمثيل منه. كنت طول الوقت بحضر معاه لوكيشنز. رحت معاه تصوير كتير. رحت كتير. فاكر ايه كتير. يعني ايه اللي انت فاكره؟ فاكر الارهابي وفاكر مسلسل حاجات كتير وشالش وفاكر حاجات كتير. كنت بتحضر معاه والغضبون وغضبات وفاكر حاجات كتير جدا. كنت كل ما يجي لي فرصه ان انا احضر معاه حاجه كنت بروح احضرها معاه في اي حته. وكنت بقضي معاه 3 اشهر في السنه اللي هي في الصيف دي. كنت بنطلع العجمي ونصيف طول الصيف معاه. مقيم معاه يعني مش مع ابويا وامي. معاه هو وجدتي وعايشين معاه ونتعلم. وهو عشان كان راجل جدا زرع فيا وفي اخويا وفي كل حتى من حوله مش بس فينا مبادئ وقيم واخلاقيات وبنانه. يعني عارف انت هو كان شخص بناء يحب يبني ويحب دايما يعدل. اي مشكله يجي يقول لي تعالى انت عندك مشكله في الحته الفلانيه عايزين نقعد نلعب ونشتغل عليها عشان نحلها. طب انت هنا متضايق مش حاجات ومركز معانا وعايز يطلعنا احسن الناس. وعمري ما هنساه يعني شخصية لن تنسى. وزي ما قلت لك أنا حبيت التمثيل منه. يعني أنا الوالد كان عايز يشدني معاه في حتة الإنتاج والتوزيع وبتاع. عمري ما حبيت صلاح أخوك اللي يمكن راح شوية. صلاح أخويا راح شوية الناحية دي. إنما أنا لا أنا كنت من أنا شخصية بحب الإبداع والفن وبحب وفنون جميلة وبرسم وبنحت وبتاع. فبحب التمثيل والإخراج والكتابة. وكنت طول الصيف أعمل مسرحيات كل أستغل إن مثلا يبقى عندنا حفلة هيحضرها كبار المخرجين والأصدقاء العيلة وحسين كمال وناس أسماء كبيرة. أسماء كبيرة وأنا أعمل مسرحية ألفها وأخرجها وأصورها وأعمل بالخشب المسرحية الخشب بتاع المسرحية وأجيب والستارة وأخيطها وأعمل أفيش وأرسمه وأجيب صحابي وأنا اللي كاتب المسرحية طبعا وأخرجها وأخليهم يمثلوا بالإجبار فيها والله العيال عايز تلعب كورة وأنا لا هتمثل عندنا عرض وصلاح اخويا كان بيبيع في الكانتين الحلويات والبتاع يجيب حاجات من البقال يبيعها في الكانتين. عاملين جو مسرح وقد ايه طايرين بيه وقد ايه حابينه. وتلاقي بيجي لك كومنتات وانا عندي مثلا 15 سنه و14 سنه و12 سنه من مخرجين كبار ومن نجوم كبار وحاجات باخد بيها اثرت في لغايه النهارده. يعني انا عمري ما انسى حسين كمال لما بيقول لي الايقاع بيعلمني ايقاع. يعني هو الزار زهق في المسرحيه عيال بتعمل ايه بتاع الايقاع واقع. تعالى يا حبيبي تعالى بقى انا عايز اقول لك الايقاع اهم. ابتدى يقول لي كلام انا النهارده استفدت منه. اي مشهد ملوش لازم لازم يتشال كلام. بص هنقعد نتكلم كتير جدا في النقطه دي لو اتكلمنا. لانه زي ما قلت لك انا تاسست عن على ايدين جيل انا شايفه جيل لم ولن يعوض. وكنت سعيد الحظ ان انا لما اشتغلت مع نجوم مش اي حد ممكن سهل ان هو يتاح له الفرصه ان هو يشتغل مع كل الناس دي مع بعض يعني او يجمع. انا اشتغلت مع كمال الشناوي الله يرحمه. اشتغلت مع عمر الشريف مع نور الشريف مع عادل امام مع ناس اسماء عمالقة. يعني مع ناس فعلا انا كنت احلم ان انا اشتغل معهم. وقد ايه استفدت من الناس دي. يعني ناهيك عن الشباب انا بحب استفيد من كل الناس. يعني حتى ممكن وجه جديد يعلمني ان انا قد ايه بحب طبعا قامات كبيره. لا قامات كبيره. انا كنت بقعد يعني وانا اول ما اشتغل مع بعض ادرس بقى. يعني اقعد اكني في جامعه كده اقعد اتعلم من الناس دي اشوف الناس دي ايه بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه واخد منهم حاجات وتفاصيل واقعد اكتب وراهم نوتس وحاجات. فلا لا الجيل ده يعني انا كنت محظوظ ان اشتغلت مع الجيل ده.